تفضلوا وقعوني على هالمخالصة إذا بتريدوا. إن شاء الله ألف مبروك، وأنا علي إني خلصهم قبل ما يصلوا للطاب. عملتيها يا جيهان؟ عملتها ألطاف يا أبو نوري، ولا ما دريت إن شرفتنا هي ونوري بغيابك. ألطاف؟ شوف سوا شو مجهز وجهي. ما فيني، ما بده يجي خالك. صحيح عمتي، يعني اذا خالي ما انا متجرأ يطلب انا بطلب. نوار، بدك تشتغلي فيني؟ حدا بيشتغل بعمته وخاله؟ ما هذا الظريف بالموضوع. وصليني حبيبتي، وصليني وروحي شوفي وجهي، وما بقى تفتحي تمك بحرفها. مثل ما بدك. ولك شو انت اجدب؟ ما لك موقف؟ ما لك كلمة؟ ما قدرت تتصرف؟ على الأقل خبرني. شو كنت بتعمل يعني؟ اللي صار صار. ها، هذا الشاطر فيه، اللي صار صار. يا اجدب، ما كانوا بتشددوا كل هاد معنا، ما كنا دفعنا هاللي دفعناه. أمي وعمتي مثل النار والبنزين، بس يقربوا من بعض بهبوا. أمك؟ أه من أمك. أصلاً أمك هي اللي طفشت عمتك من البيت، وهي اللي خلتها لحد الآن بدون زواج. الله يصطفل فيها، الله يصطفل فيها. على كل إن أنا نزلني هون براس الشارع، في عندي مشوار مهم، وأنت كمل طريقك على المحل، ماشي؟ خير إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. نوح رجع في بيت البيكاوات كله. صباح الخير. صباح النور. شو ما في؟ تفضل تفضل. يا أختي يا جيهان، أنا جاي لأعتذر. أم عمر، روحي اعملي له فنجان قهوة. راح أعملهم اثنين، هلا نوح بيك بيوصل. لكن ألطاف إجت من ورا ظهرك، وما خبرتك إنها طلعت من هون مقلعة. شو أعمل يا جيهان؟ شو أعمل؟ ألطاف بتعرفيها كويس، راسها يابس مثل الحجر. شو صاير عم تجي على ألطاف؟ شو عدا ما بدا؟ لكن بيهون علي الجفا بيني وبين أختي، بيني وبين مرحوم أخي. سليم، شو بدك بالضبط ولوين بدك توصل؟ أعوذ بالله، شو عم تحكي؟ أنا بس جاي لحتى صفي القلوب. القلوب ما رح تصفى يا أبو نوري. كان بيننا شغلة الورثة وخلصنا منها. يعني شو؟ غربة ونضل هيك؟ وأمر من الغربة، وأمر من الغربة يا أبو نوري، يا أخونا. لكن مو عيب، عيب مرتك بتوسوس لك بكلمتين، تحمل حالك وبتجي مثل المجنون، وأخوك طالع من الحبس جديد مكسور الخاطر، تعمل فيه اللي عملته. ليش انت بزمانك ما تركتي بيتنا وقلتي انه نحن حراميه ونصابين وما بنعاش معنا؟ بالك ما انجرحت لحتى تنتقم مني؟ جيت تجرح اخوك؟ كدام بصير مي.
اللي صار صار يا جيهان، ونحن لازم نفتح صفحة جديدة. من قصيره سليم، قولي اللي بدك اياه ويا ريت تحكي الصدق. رح قلك يا جيهان، أنا مشان المحلات تضل باسمي دفعت كل ما بملك وما ضل معي سيولة، فإذا أنت أو نوار أو أنت تنتين حابين تستثمروا أموالكم مع بعض فأنا موجود. آدمي والله وحقاني وخنون. صباح الخير. يا صباح الخير. صباح النور. صباح الخير استاذ سليم. صباح الخير يا نور. ما دام الاستاذ سليم هون راح نخبره انه راح ننزل نشتري الخواتم. ها يعني لو ما يجي الجافي ويخبرني كنت ما بدر بالموضوع يا جيهان. وليش لحتى تدرى اخيك؟ اصلا كنا راح نتجوز بدون ما نخبرك. ايه شو علي يا جيهان؟ ايه شو علي يا سليم؟ قلت لي نشتري الخواتي وهلأ فوراً وهوى. يلا أمرك أمرك زعيم أمرك. انتهينا من قصة المحلات. مبروك. وقبلاً انتهينا من شركة السياحة. يعني هلأ كل الأملاك تحولت لسيولة؟ مزبوط، بقي لها الشركة هي ومحل الفندق. انت شو عندك؟ عندي خبر بجنن كتير حلو. عندي خبر عن مشروع كتير عظيم. صحيح؟ طب ورجيني. مو هون. وين لك؟ شرفي قومي معي، قومي بسرعة. يعني ما كان في محل تاني تعرض علي فيه مشروع إلا هون؟ يا أنسة نوار. لقيك رجعت لأنسة أستاذ. من وقت ما خليتينا نقوم هذيك المرة من هون حتى قبل ما نشرب القهوة رجعتي تحاكيني على التليفون بس وتقلي لي أستاذ وجيه، فالمفروض أرجع وقل لك أنسة نوار. كان في ظرف. كان في سامي الزهار. ممكن ما تذكر اسمه قدامي؟ لا ضروري نتجاوز سامر الزهار. أنا بقول لك
يسلم أبو عمر. صحة. مدير العلاقات العامة بالشركة اللي أنجزت المشروع من هون من البلد هو رفيقه لوجيه، صحبة قديمة يعني. وجيه بعث له رسالة بالفاكس وهو رد الجواب. المهم فينا ندخل مع شريك خليجي وندفع سوا مبلغ تأمين مناسب وناخد إدارة المشروع لمدة سنتين. لا نحنا بدنا نستثمر مصارينا بالخليج، ايش الشغلة بالمقلوب؟ هلا يا عمتي إذا أخذنا إدارة المشروع مو بدهم ضمان؟ معناها لازم ياخذوا كل شيء معنا، ونحنا حبيبتي شلون بدنا نسترجع مصارينا؟ من إدارة المشروع طبعا. بس المشروع ضخم كثير وأرباحه مخيفة يا خالو إذا نجح، وخسائره مخيفة كمان إذا فشل. لا لا وجيه متأكد من نجاحنا. نجاحنا؟ مين قال لك أصلاً أنا مهتمة بهيك موضوع حبيبتي؟ أنا اهتمامي بشي تاني تماماً مختلف. كأنك ما لاحظتي. عن جد عمتي ألف مبروك. قديش نحن محتاجين للفرح يا عمتي. مبروك خالو. عقبالك يا نوار. وكان عمك سليم هون لما قرر خالك نشتري الخواتم وسمعه. تفاجأ طبعاً وما عجبه. شو عاد طالع بيد عمك يا نوار؟ ولا مين عاد سائل عن اعجابه؟ بتفكر حالك فهماني وانت عالك اصغر من عن الدجاجي. ولك على شو؟ على شو دائما مستقوي ومسترجلي؟ ببالك يعني ما بنقدر نعيش من غيرك؟ شو جاي يا سليم حميان؟ تقدر تعيش من غيري؟ ايه شو علي؟ روح عيش لشوف. انت اللي بتروح يا الطاف. لا تكون غلطان يا ابو نوري، ظني انه مالك شي بهذا البيت. جاي على بالك تعيش من غيري؟ بخت لك من سما جهان؟ ايه روح لعنده ولعند نوح الجافي واستسمح له قلن لا توخذوني. ولك يا قليلة العال يا قليلة العال، اصلا مين اللي خرب بيني وبين جهان من اولها غيرك؟ لك انا ما بطيئة ولكن طيق اخوك، وكتير احيانا بحس انه انت كمان ما بطيئك. لك دمكم ثقيل على قلبي يا بيت المعزوز، شو رايك؟ يا الطاف الو. ايه نعم انا. هاتي زياد هلال. الو تحياتي استاذ. ايه انا هو. ايه على عيني منتشرف. بكره الساعه 11:30 بالمكتب ما هيك؟ ايه طبعا المقر معروف. مع السلامه استاذ. مع السلامه. حكيلي حكيلي من الاول سليم. سمعتي كل شيء. زياد هلال هو اللي اتصل معي وبده اياني بكره في المكتب عنده الساعه 11:30. يا ترى شو بده منك؟ معقول نرتزق من زياد هلال يا سليم؟ تفضل. زياد بيك سليم المعزوز وصل. خلي يفوت. حاضر. تفضل استاذ سليم. احترام زياد بيك. احليت. في لرياض اخوي غيرك؟ أخوي لا ما في، بس في إلنا أخت. في غير بنت عند رياض؟ لا ما في. إذا هالبنت بدها تركب راسها وتغلط في حق حدا، على مين بدها تعتمد؟ عليك؟ علي أنا؟ يا ريت. يا ريت؟ ليش بقى؟ بنت أخي يا زياد بيك معتبرتني عدو ومتسبب بموت أبوها. شلون شلون؟ هاتولنا قهوة. حاضر. تفضل. قلت لي بتعتبرك عدوها، وشو ناوية تعمل معك؟ شو ناوية تعمل؟ ما عملت وخلصت زياد بيك. عملت كل شي بتقدر عليه. خلصتني هي وعمتها كل شي سيولة كانت معي لحتى ما اضطر بيع المحلات اللي كان إلهم حصة فيهم. يعني هددتك؟ عفوا زياد بيك، يعني ممكن أعرف شو سبب اهتمامك كل هذا الموضوع؟ بدي أعرف عنكم كل شي، بجوز أنا مهتم فيك.
أنا متشكر كثير زياد بيك، وأنا مستعد جاوبك على أي سؤال بتسأله. تفضل زياد بيك. ها أختي عزمك لحالك، ليش نحن كمان؟ أنا ما دخلني، هو هيك قال لي. قال لي الست جيهان معلمتي، وأنا لازم بارك لها بعزيمة غدا هي والأستاذة، وأنت كمان يا نوار معزومة. بقى ما دخلني بلغتك. شو ست نوار؟ شو عمتي؟ شايفت لك الحالة كل ما أنا عم تتحسن مع وجيه نبهان. هو وجيه مخلص وفي ومهذب وخلوق وبينوثق فيه. شفت مين قلتيها؟ إيه بس أنا ما عم بسألك عن مواصفاته حبيبتي، عم بسألك عن اللي بيناتكن. أعمال ومشاريع وأشغال كتيرة. المهم هلأ عمتي بكرة نحن معزومين الظهر على الغداء، وما تقولي ما قلت لك. إيه على فكرة أم عمر كمان معزومة. ايوه هيك لك. ما شاء الله ما فين غرفة. شلون؟ سليم تصطفلوا تنمحوا. المهم يا بنت أخي العزيزة، زياد حلال حاطك بباله، أبصر شو عاملة. وزياد حلال ما هو عمك سليم اللي بيسامح وبيمشي. بقى هي قلة العقل وكلام الدج هون ما بتناسبك. لا تواخذونا، عطلناكم. نور شرفنا يا جماعة، شرفنا. يعني لو عمي سليم عطيني مليون ليرة ما بفرح قد ما فرحت بحكيه عن زياد هلال. لا يا خالي، المفروض تخافي مو تفرحي. لو ما كان زياد هلال متضايق ما كان سأل واستفسر ووصل لعمك أبو نوري. عفوا ممكن أسأل سؤال لو كان بعيد شوي عن الموضوع؟ ولو تفضل. نوار ونوري شو قصتهم؟ أنا بجاوبك يا سيدي. المرحوم أبي كان اسمه نور الدين، أولاده حبوا يسموا اسم أولادهم على اسمه، واحد سمى نوري وواحد هاي. أيوة عم قول لحالي لازم يكون في سبب. أي خالو نرجع لحكيك. أنا ضحكت على حالي لما تعرضت لزيادة هلال، حسيت حالي كأني برغشة بدها تقرص فيل. بس هلأ ظهر لي انه بعض الكبار بيخافوا حتى من البرغش. انت فراشه يا نوار مو برغشه. بس الفراشه يا وجيه ضعيفه ما عندها سلاح، وانا بدي اكون قويه، بدي شيء هاجم فيه. بالمحبه، المحبه بتضل اهم سلاح. الله عم تعجبني استاذ وجيه. استغل هالمناسبه واشرح لنا عن مشروع المجمع السياحي في الخليج. تعرف استاذ وجيه انا مو خارطه مشطي انه الراس مال بيروح من هون لهونيك. معك حق، بس حتى يعطونا حق استثمار هيك مشروع مده 4 سنين ما لازم يكون عندهم ضمان؟ فرض نحن بدنا ندخل مناقصه، ما المفروض يكون في مبلغ تامين؟ بس شو الله جابرنا يعني؟ سأل نوار. خالو انا شو ما عملت هون وشو ما استثمرت ما رح اكبر، وانا بدي بكم سنه اكون قويه كثير، بدي اكبر كثير، بدي خوف ما خاف، ما بدي من الحياة أكثر من هيك. ولازم أسعى لحتى أوصل لهدفي وين ما كان، بأستراليا بكندا مو بس بالخليج. Thank you.
20 سنة تأخر هالعرس يا ست نوار. أنا ما شفت أعظم من خالي وعمتي. يعني اللي بيشوفهم كل هالسنين عم يتناقروا مثل الديون ما بيقول أبداً إنه كانوا عايشين أحلى قصة حب سمعت فيه. النهاية السعيدة يا نوار بتنسي الواحد المرارة اللي عاشها. إيه والله ما في مثل البسط لبني آدم. أنا كنت عمول لحالي ليش ما عملوا هالحفلة بشي فندق ونزلوا في الليلة وبعدين سافروا شهر عسل. ما رح يعملوا غير بالقصر. فعلاً قصتهم مثل قصص الأفلام. أنا ماني عارفة أنا كيف أقدر أعيش بلا عمتي. إحنا بحياتنا ما افترقنا ولا يوم. كلهم جمعتين يا حبيبتي وهي أنا عندي والأستاذ ما رح يتركك أبداً. خير يا عروس. صباح الخير. هلا انت نوح الجافي بنفسك عامل قهوه وجايبها؟ لك ايه انا نوح الجافي قاطع الطريق مثل ما سميتيني مستعد كل يوم اعمل لك قهوه واطبخ لك و... لا نوح هيك كثير ما في شيء بيكثر عليك. اه يا جيهان لو تعرفي قديش استنيتك. اخ يا نوح لو تعرف قديش حبيتك. الله أكبر الله أكبر. لك عشت كل هالعمر وأنا عم بستنى هالكلمة. تصوري صرتي مرتي يا جهاد صرتي مرتي. يا الله بأحلى أنه الإنسان تتحقق أحلامه. نوح يا عيون نوح هلأ إذا ما رحنا شهر عسل وضلينا شو بيصير؟ ما بيصير شيء. البيت سياح نياح وأنا وإنتي إن كنا بالصحراء ولا كنا بالغابة كله مثل بعضه. المهم نكون سوا. المعلومات المطلوبة صارت عندهم بهاللحظة. خلال يومين بس رح يبعثونا الفيزا. نوار نوار شبكي في شي؟ لا ما في شي. مستفقدة لعمتي؟ ماني مستفقدت لها قد ماني مشتاقة. بسيطة من يوم وراي رح تشتاقي لها كتير. وجي داي خلي نضل هون كمان بالبيت عم حس بالوحدة كتير. طيب شو رأيك نروح على الكافتيريا نشرب فنجان قهوة؟ اوكي شرفي يلا يلا. والله طقيت روحي من هالقعدة بين أربع حيطان. ما بقى غير حاكي حالي. لا حصان بيسهل ولا كلب بيعوي. شي بيضيق الخلق. ونوار يا أما برات البيت يا أما قاعدة صافنة بالساعات. وانتي يا أم عمر ما حدا آكل همك بشي. شي بيضيق الخلق يا يوه رجعت حاكي حالي مثل المجاني.
تزوجت؟ ان شاء الله الف مبروك. امتى؟ الله يبارك فيك، من اسبوعين. هيك لا حدا دعانا ولا حدا خبرنا؟ بتعرف يعني استاذ فايز حضرتك مالك غريب، ما كان ممكن نعمل اي حفله، يعني الشغله صارت على الضيق، العيله وبس بدون اي احتفال. اي طبعا طبعا، انا بس كنت عم امزح. على كل حال هاي حكم القاضي بالنسبه لدعوى حصر الارث. هلا صارت الحصص كلها معلومه وصار كل شيء قانوني. شكرا كثير يا استاذ، حضرتك كنت جمله بكل الظروف. ولو، هذا واجبي يا انسي نوار. انا كانت تربطني بالمرحوم صداقه قويه بالاضافه لرابطه العمل. تعيش وتترحم. طيب استاذ فايز، مو لازم بقى تعطينا بيان باتعابك؟ ايه طيب. تفضلي. عظيم. ممكن ألم؟ ايه تفضلي. شكرا. تفضل. يسلم عليك. شكرا كثير لك. يا اهلا. بس في نسبة من الحساب كان المفروض تتكفل فيها عمتك. ما في فرق استاذ فايز، مو مشكلة. الاستاذ وجيه شو عم يباشر حاليا؟ مرافق ومستشار. عند قلبي كنتوا مهتمين بزيادة هلال. كنا. اهلين وسهلين. مرحبا. كيفك؟ اهلين الحمد لله، كيفك يا بيك؟ اهلا وسهلا. اهلين. اهلين يا معمر. اهلا وسهلا، نورتوا. اهلا وسهلا ست العرايس. ان شاء الله الف مبروك يا رب. الله يبارك فيكي. ان شاء الله الف مبروك يا بيك، عقبال الخلف الصالح. الله يبارك فيكي يا معمر. عزبناكي معنا شوي، الجماعه اشتاقوا لك بالمزرعه. شو اقول انا لكان؟ بدك الحقيقه يا بيك؟ هاي مو عيشه. أنا كرهت المدينة والحيطان والعمارات وكل شيء. طولي 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 بالك علينا شوي. حملينا هالكم من هارم عمار؟ لا، من هالناحية لا تاكل هم، أنا ساكتة وحاطة نوار بعيوني. شو وينها؟ ليش أنا عم شوفها؟ قبل الظهر يا بتطلع يا بتقضيها بالحمام يا إما على التليفون، وبعد الظهر كمان بتطلع، ولما بترجع بنحط التلفزيون وبنقعد قوم بنعس بحط راسي وبنام. ها اجي. انا شفت السياره برا، قلت اكيد وصل العرسان. يسلم لي. ان شاء الله الف مبروك يا عمتي. حقبال عندك حبيبتي. الف مبروك خالو. لك الله يبارك فيكي ويسعد اوقاتك يا حق. احكوا لي لشوف، امتى رجعتوا؟ وين رحتوا؟ بعدين انتوا جايين قبل بيوم من موعدكم، ليش؟ ليش عم تضحكوا؟ لانه حضره المبجل خالك ما اخذني ولا لمحت. هي اول يوم بطلعني فيه من المزرعه. لا هيك بدي ازعل منك خالو، هلا نحن اعطيناك العروس مشان تحبس لنا اياها بالمزرعه؟ لحظه روي، عرفي بالاول مين مستعصف باللجهان وما عبيه بل يطلع. ليش الخانه مصدقت انها توصل للفيلا؟ لا لا يا ام عمر، على علمي انها صحبه. وين شفتها؟ هلا قبل ما اجي تفاجأت انه ما عاد اسمها المعزوز للسياحه والسفر. سالت موظف قال لي انه اصحابها باعوها. تنتين مجنونات، كل شركات رياض كانت قص ذهب وهلا كلها راحت. بس شركه تاجير السيارات وشركه الاكساء والديكور عمي هو اللي باعهم كله من جهان. حكى بدري، لك نحن فين وانت فين؟ عم اقول لك كله من جهان، اللئيمة خلت اخوها ما يترك شيء باسمه حتى هي تكوج على كل شيء. اتقي ربك يا الطاف، اتقي ربك، ايه شو عرف جهان؟ اني اخوها رح يموت. ايه عرفاني انه ميت، حتى ما يوصلك قرش واحد من ورثة اخوك، خليته يكتب كل شيء باسم نوار، ونوار ما بتخرج عن طوع عمتها، لك كله من جهان ورزالتها. Thank you.
عليك. رح اقنع نوح يجي يسكن هون ويصير هو يطلع وينزل على المزرعه انت ما بده. ايه عمتي مشان الله، ما بتعرفي قديش انا مشتاقه لك يا حبيبتي. كيف لكن اذا سافرتي على الخليج؟ ما بعرف، من جد ما بعرف. هلا كل خالك ما رح يرضى ينزلنا قبل اسبوع، فلهيك تحملي حالك تطلعي انت لعنا على المزرعه، مره لحالك ومره مع وجيه. شو الاخبار؟ اخباري منيحه. طمنيك من جد؟ ايما تبدا الضحكه الحلوه يا احلى العرايس. ايه هيك عم تخجلوني؟ غيرت كل اقوالها، الا جوا بالمطبخ هلكتني. نق نق على طول، مشتاقة لعمر، مشتاقة لابن عمر، مشتاقة للمزرعة. مشان الله روحوا لكم كم يوم وريحوني من نقها. لا خالي لا، لسه بكير. شو الحكي، لساتكم عرسان؟ هلا اذا نحن عرسان يعني اذا شرفتوا لعنا ما بنصير عرسان بقى؟ لا مو هيك. ما فهمت. صباح الخير. صباح الخير. كيفكم يا جماعة؟ كيفك بنت عمي؟ اهلين الله يسلمك. كيفك عمي؟ يا عروس شلون بدك اياها تكون؟ صحيح؟ الف مبروك يا عمي، زواجة الهنا ان شاء الله. بس على الاقل كنت عزميني على العرس. عرس شو يا نوري؟ وعمك ما صار له زمان عطيك عمره. معك حق. اكيد هلا حضرتك زوج عمتي. ايه نعم. مبروك. الله يبارك فيك. نوح انا جاهزة. خاطرك نوري. الله معك يا عمتي. واجبي اتشرف لبيتك وجيب لك الهدية معي. بتشرف يا نوري، وما في لزوم للهدية. ولو كم عمي عندي. يلا بالإذن يا جماعة. مع السلامة سهري. الله معك خاطري. الله معك يا رب. حليانة كتير، الجواز لا بقلة بشكل. معك حق، صايرة بتجنني. أم عمر الله يخليكي فنجانين قهوة. على عيني. تسلمي. تفضل نوري. كلامك مع عمتي كان مزوق كتير. يا نوار، عمتك عمتي. صحيح بينها وبين أهلي ما كان في تفاهم، بس بتضل عمتي وأنا ما لي ذنب بأي شيء. معك حق، أنت ما لك ذنب. عظيم، هالشي بيشجعني احكي اللي جاي مشانه، وبحلف لك انه ما حدا دريان فيه او وززني عليه. انا مصدقتك. شوفي يا نوار، امي لسانها على الناس ثقيل وبتحب النكد، وابي طماع شوي، بس شو اعمل؟ ما حدا بيختار امه وابوه. فعلا. اول مرة بابا جوزني بنت شريكه، حوبة وبنص لسان، وانا ولد مطيع ووقعت بهالجوازة وقعة سودة، بس الله قدر ونفدت بريشي. والثاني اجا دور امي حتى تجوزني، بنت ابن خالتها، والبنت صغيره ودرويشه، بس ابن خاله ماما كان طمعان، بس مو عارفان انه طلوع الروح اهون من طلوع القرش من ماما. هي ام ابنك؟ ايه ام ابني سلام. ولما ما استفاد حضرته بلش يخرب بيت بنته بكلامه وافعاله، وامي من جهتها ما قصرت بنوب. المسكينة اتطلقت وقعدت بالبيت عم تربي الصغير. معقولة هالظلم؟ ظلم؟ هذا اسمه. على العموم أنا هلأ بدي جوز حالي وجاية وعشمان تقبلي فيني. شو هالحكي يا نور؟ الأصول ابعت حدا يطلب، بس مين؟ قلت مالي غير أحكي مع بنت عمي من راسي لراسها. وينك؟ أنا بفهم بالتجارة والبيع والشراء، وأنوع مالي سئلة. شوفت عينك، عريس لقطة. فعلا. عال لقطيني لكان. نقرأ الفاتحة؟ لا لا يا نوري، هذا الشيء ما رح يصير. انسي أهلي وأهلك. مو هذا القصد. في حدا؟ قلت لازم أطلب أحسن ما أندم بعدين وقول يا ريت طلبت. تفضل. يسلم. تفضل. شكرا أمام. صحة وهنا. يا نوري طلبك بيشرفني بس. ولا يهمك، ما صار شيء. طيب ليش واقف؟ اقعد. لا
خليني امشي. نوري، انت قلت كلمة حلوة لازم نحافظ عليها. نحن اولاد عم وما قلنا ذنب. خاطرك. الله معك. شكرا على حضورك يا سيد وجيه. تفضل. شكرا. ما بنقدر نخالف يا زياد بيك. مثل ما بتعرف نحن دائما بالخدمة. إلك محل عنا لما بترغب. عندي معلومات بتزكيك. الحقيقة هذا الشيء بيشرفني فوق طموحاتي. إيه لا، طموحاتك مانها قليلة. قل لي شو بدها بنت المعزوز؟ أنت بتعرف بالنسبة لواحد مثلي كل شيء مهما صغير ما بيجوز يفلت من تحت كنترولي. زياد بيك، نوار المعزوز درويشة مقهورة، والمقهور مثل ما بتعرف يا زياد بيك بيحكي شروي غروي. وشو ناوي تعمل يا سيد نبهان؟ من هون لشهر ما رح تسمع فيه يا ابنه. يعني جادين مشروعكم الخليجي؟ ودريت بمشروعنا؟ قلت لك كل شيء لازم يكون under my control. جادين جدا، واكيد رح نسافر. برافو عليك يا سيد وجيه، انت فعلا ممتاز. اهلين اهلين جيهان. هلا. تعرف نو، هالليلة اللي ما نمت فيها ببيتنا حسيت اني تغربت، افتقدت كثير لهالبيت. لا يا جيهان، هذا بيتك. مهما كان بيت الاهل او بيت العزوبية، هذا بيظل بيتك وطول العمر. هلا لو تجوزنا من 20 سنة كنت رح تضل تسمعني هالكلام الظريف. أنا ما أظن إنه يوم حبيتك أقل أو أكثر. أنا من أول ما شفتك، من أول زيارة للرياض، وقلبي عم يدق لك، وللساعة لما هو عم يدق وفرحان فيكي. إيه من هدول كترن هدول. يا أخي إحنا مو بإيدنا، إحنا النسوان بنحب الكلام الظريف. بس أنت هذا الكلام بتعرفي، وبتعرفي إنه من قلبي. نوح، أنا ما حابة شارك نوار بمشروع الخليج. يعني أنا شو لي مصلحة بمشروع ما رح زوره حتى زيارة؟ نوار متحمسة لأنه وجيه متحمس ومقتنع، يبدو عنده أحلام معه. أنا أحلامي كلها صارت هون بهالبيت وبهالمزرعة. هذا الشيء ما بحسن أنصح فيه يا جيهان. هذا الشيء بيخصكن أنتو التنتين. يعني ما رح تزعل أو يعني تعتبر هذا موقف، ما هيك؟ بس بتعرف نوع، حاسة إنه هالشغلة بيناته ما رح تنقضى بس على مشروع عمله بس. إحساسك بمحله. وجيه قدر ينسي نوار همومه ومشاكله، وواضح إنه هي واثقة فيه كثير، وهو مو مخبي مشاعره أبدا. يعني فكرك إنه ممكن؟ يعني ممكن، وليش لا، ممكن كثير. We'll be right back.
علي شوي يا وجيه. ما بلاقي حالي غير راكتي راكتي راكتي، ما عم لحق. شلون؟ بالله ليش على كيفك القصة؟ طيب انت منين عم تحكي؟ من محل ورد اللي جنبنا؟ وجيه معلش الله يخليك، بلا ما نطلع لي. يعني ام عمر زعلانة مني وبدها تروح على المزرعة. نوار؟ وين ما كنت لازم تعرفي ان انا بحبك واخذ الحب.